آية حياتها اتقلبت شمال من اليمين للشمال فجأة. بنت في عز شبابها قاعدة في بيتها، حصل لها شوية ألم، راحت تكشف وجئت إليها عندها قنصر. نوروني يا آية، انتي قاعدة في أمان الله فعلا؟ مكنتيش بتحسي بحاجة ولا أي حاجة خالص؟ اكتشفته مرة واحدة كده، يعني طلعني مرة واحدة اكتشفته. اكتشفتيه ازاي؟ لقيت حاجات ورمة كده، فقلت اروح اكشف، ممكن تكون حاجة بسيطة يعني، ما كنتش اتوقع ان هو حاجة زي كده. وبعديها رحت كشفته وكده، والدكتور كان شاكك، فبعد كده رحت المستشفى واتأكدت ان انا فعلا عندي. وبعديها بدأت بقى اخد كيماوي الاول، علشان على اساس ان هم يحجموه، فما تحجمش عشان المواد السرطانية عندي عالية جدا، فما تحجمش، فاضطروا ان هم يعملوا عملية استئصال. استئصال كان الاول، ما كانش استئصال الاول، كانت هينضفوا الموضوع يبقى طبيعي وهرجع لطبيعتي عادي، بس طلع بعديها ان هو هيشيلوا الثدي كله، وهعمل كمان عمليتين. فالموضوع كان بالنسبه لي صعب قوي. مين كان معاكي في الرحله الصعبه دي؟ والدي كان معايا واختي، وكان المفروض برضو ان هو يبقى طليقي معايا، ان هو زوجي، بس هو طلقني يعني وكده، انفصلنا. فصلتوا ليه؟ يعني بسبب المرض وبسبب الظروف اللي انا فيها وبسبب المصاريف وكده. محبش انه يكمل يعني؟ لا. انت معاكي منه ولاد؟ معايا بنتين. كم سنه بنتين؟ 7 سنين و3 سنين. انت يا ايه كنت كويسه مع جوزك طول السنين اللي فاتت؟ كنت يعني لما كان بيتعب بتشيليه؟ ايوه. بيمر الظرف صعب تستحمله؟ ايوه. هو وانا برضو ما كنت بتعب كان بيشيلني، بس الظروف يعني المرض ده شالب حياتي خالص، يعني ما بقتش انسانه طبيعيه زي الاول، وشالب حياتي وخرب بيتي وكل حاجه. محدش من اهله قال له ما ينفعش تسيب مراتك؟ لا، ممكن يعني قالوا مره اتنين، بس بعد كده لا، ما الاقي بقى الدنيا فعلا بجد غاليه ومصاريف وكده، مستحملش، ما فيش راجل هيشيل الشيله دي كلها. طب انت ما تستاهليش تشيلي؟ لا، استاهل اتشال، بس هو ما عملش كده. رحتي على بابا، قعدتي مع بابا، بعدها بقى المرض عمل معاكي ايه؟ بعديها بقى كنت مهدوده، انا ما كنتش انا هقعد قدامي كده، كنت بجد كنت بموت، جرعات الكيماوي كانت بتموتني. وبعديها بقى قالوا لي هنعمل عمليه وهتبقي كويسه، بس قالوا لي لا، ده انت هتعملي 3 عمليات، مش عمليه واحده، كل 6 شهور هعمل واحده. جرعه الكيماوي كان بتتعبك لما تاخديها؟ كنت بموت. انا ما كنت برقد في الارض، ما كنتش بقوم، كنت بقعد من 15 يوم ل 15 يوم ما كنتش بقوم اخش الحمام اصلا، كنت بموت بجد. وبعديها بقى عملت العمليه، وفي برضه لسه جرعات تاني، ولسه في عمليات تاني. العملية اللي انت عملتيها دي ايه بقى؟ استئصال كلي، استئصال الثدي كله. طب انت حالتك مش بتتحسن؟ بتتحسن شوية، بس انا برضو تعبانة، وتعبانة من كل حاجة بقى، ان انا عايزة استقر ببيتي واستقر في مكاني ومع اولادي. ولادي ما يعني انا عايزة اشوفهم، يبقى اولادي في حضني على طول. انا اولادي ما بيني وما بيت؟ لا، ما عنديش مكان اقعد فيه، عندي قاعدة مع والدي، بس والدي قاعد ايجار، وطبعا يعني كلها 15 يوم ولا شهر، وهنقعد في الشارع، ما عندناش مكان نقعد فيه. عايزه اقعد مكان انا واولادي في الشارع ووالدي، ما عشان صاحب البيت بيصفي البيت عشان هيجي يقعد اولاده فيه. فانتوا مالكوش مكان تاني؟ ما عندناش حاجه تاني. والدي طبعا على قد حاله، شغال في فرنه، يعني مش مقدر ان احنا حتى نجيب شقه تانيه بالايجار اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي. الايجار اللي احنا قاعدين فيه قديم، لو اجرنا شقه دلوقتي اكيد غاليه، مش هنقدر عليه. فهنقدر بقى على مصاريفي، ولا على الشقه، ولا على اولادي، ولا على الحال اللي انا فيه. شفت معاكي واحده بره، اختي. او اختك بقى عامله معاكي في الرحله الصعبه دي؟ اختي طبعا شايلاني من ساعه المرض، هي اللي شايلاني، واللي قبل ما انفصل برده كان بيجي لي الشقه، وهي اللي كانت شايلاني، ما فيش حد شالني قدها لحد دلوقتي، شايلاني. وكانت وانفصلت برده من زوجها بسببي. سببك؟ كان هو كان عايز يرجعها، بس هي ما رضيتش، عشان قالت لي مش هسيبك، محدش هيغنيني، عشان انا ما بعرفش اعمل حاجه. جوزها طلقها عشان قاعده بيكي؟ ايوه، قال لها ارجعي، بس هي رفضت ترجع عشان خاطر هي قاعده بيا، قالت لي مش هسيبك. ما